زياده هي راه 20 عام وزادونا 30 ريال ماشي شي حاجه زعما، على الاقل خصها تكون 8 درهم بعد القليله، هذا هو اللي على زعما. حنا جاتنا وزياده وتزات بلا مثل ما حاضرين فيها لا الامناء لا حتى حاجه، غير شي لجنه مع ديك سميتو. النهارده دابا زيدي 30 ريال 5 درهم ولا 6 درهم ونص، وبالليل بحال هذيك 50% كتكون شي 195 ريال ولا 10 درهم، ما يمكنش 5 درهم ما تجيوش تردل الناس. بالنسبه لي انا كل نهار تقريبا كنجي الطاكسي زرق، يعني كنت كناخذوا مسافه ديال القليله كتجيني 5 درهم، دابا الله سمع جاب لي قال لك 6 درهم ونص، يعني زادوا فيها بزاف عاوتاني بالليل تولي 10 درهم. بالنسبه لي انا مواطن اللي ما عنديش فلوس ما نقدرش تجيني ساهله، يعني ديما خصني نبقى نخلي واحد المصروف في الكشير شويه باش انا نقدر نجي الطاكسي، يعني البلاصه اللي خصني نمشي لها نقدر نضربها برجلي وداك المصروف نقبي ندير به شي مصروف ولا شي حاجه. يعني ديما كل مره شي يزيدوا في حاجه في حاجه، يعني ما بقى لهم شي يزيدوا لنا حتى في الاكسجين بدا يبيعوا لينا نفسوا به شي لعيبه. بالنسبه لهاد الزياده دابا ديال الطريف هذه ديال 6 درهم ونص غتكون شويه بالنسبه للمواطن، بان الصرف بالنسبه للناس ديال الطاكسي غيلقاو مشاكل كثيره مع الكليان. وجاتني بالنسبه الطريفه قليله بالنسبه للمازوت، المازوت دابا حاليا نشوف النسبه فين واصل قريب ل 10 درهم، 6 درهم ونص يعني ثمن عادي ماشي شي حاجه كثيره. وبالنسبه 10 درهم بالليل، 10 درهم بالليل راه اقل طريفه خاصها تكون 20 درهم انا علاش بالنسبه لي انا، لان بالليل راه ما تيبقى حتى شي حاجه، وبنادم تيخدم بالليل راه عنده لي ريسك بزاف. هي 6 درهم ونص بالنسبه للمهنيين راه ما كافياش مقارنة مع كنشوفوا الطريفة ديال المازوت طالعة بزاف، يعني الليتر راه أكثر من هذه الطريفة هذه، وراك عارف مازال الطاكسي كيكون تابعين مصاريف ديال الضريبة والكريمة، ومهم بزاف ديال الحوايج، وأغلبية ديال الناس يكونوا غير شوافرية، وكتختلف من مدينة لمدينة، بحال في مجال كازا عندهم 7 درهم، ومناطق اخرى كل منطقه وشنو عندها الطريفه ديالها. وبالنسبه للرباط راه ما كافياش، وبالليل 10 درهم حتى هي راه ما كافياش. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.